السلام عليكم. سعدت الآن أن أدخل محل اللؤلؤة وألتقي بصاحب هذا المحل، الاسم الكريم سالم بن عبد الله بن عامر الكندي. ما شاء الله الأخ سالم، محل جميل ورائع حقيقة ومنظم. كيف جاءتك فكرة إنشاء هذا المحل؟ والله حقيقة أول شيء أشكرك الأستاذ عبد الله، بارك الله فيك. آمين جميعا. الفكرة نحن من أول يعني عندنا محل في نزوة في المنطقة يقلل الكبرة. جميل. وعندنا هناك عند المستشفى القديم يعني. نعم المستشفى القديم، وحابين ان نتوسع. جميل. نعمل يعني شوية فرع اكبر. ويكون يضم منتجات اكثر. انا اشوفك اختصرت من 100 بيسة على ريال، ما الفكرة التسويقية يعني لهذا التخصيص في البيع؟ والله حقيقة يعني حبينا نغير يعني. جميل. نوعا ما منافسة. يعني ممتاز. اي نعم. جميل. ما ابرز الاشياء انت اللي يعني محلك يبيعها ويسوقها للناس؟ والله يمكن انك تقول نحن كل حاجه موجوده. يعني متخصصين في الادوات المنزليه وفي الاواني في الملابس في الاحذيه كذلك المواد الغذائيه. جميل. والكماليات والهدايا. الاحظ كثير من الاشياء رخيصه عن اماكن كثيره، هل تجدوا فيها ربح يعني؟ أنا ذكرت أن بعض الأشياء أشتريها في أماكن القهوة أشياء أرخص، فهل تجدوا مع هذا أيضا فيها ربح؟ مع هذا الرخص يعني في السعر؟ هو بالتأكيد لازم يكون شيء ربح. جميل. ولكن ربما يكون في المحل مفتوح السعر أقل. نعم. عن يكون هنا يعني مغلوق مثلا من 100 بيسة إلى ريال، يكون شوية ربح ضئيل جدا، لكن طبعا أوقات أنك تقارنه. نعم. أيوه. بالاسعار مثلا او بالمحلات المفتوحه السعر، بحيث انه هنا ربما تكون الحركه اكبر. جميل. ما شاء الله هذا التنظيم وهذا التنسيق وهذا التنويع، يعني هذه وحده يشجع يعني الاخرين، وفي جاذبيه. كيف استطعت انت توجد هذا يعني؟ منين اكتسبت مثل هذه الخبره؟ هذا وانت شاب يعني في مقتبل العمر. طبعا هذا بعد يعني فترة طويلة من الزمن. من فترة بسيطة أو شيء يحتاج الشخص أنه يعني يتعلم. لأنه لاحظت أنا ما شاء الله يعني محل عليه نوع من يعني كما يقول تنظيم رائع، يدل على عقلية تجارية. فأنا أقول يعني هذه كيف اكتسبت هذا؟ هل أنت ترجع يعني مثلا إلى آخرين تجار قدام واستفدت منهم؟ هل عندك قراءات في التجارة قبل أن تمارس التجارة، ولا كيف طورت نفسك يعني لهذا المستوى؟ يعني هو ماشي واحد يعني نقطة معينة إنه ممكن نقول أنا يعني اكتسبت خبرة يعني تنظيم الأغراض الصفات وكذا. طبعا عندي تجهات. جميل. تقول مثل ما أنت ذكرت إنه سألنا أو زرنا واستشرنا. جميل. من الخبرة بما أن نحن عندنا أصلا محل سابقا يعني موجود لغاية الآن. جميل. يعني عرفنا ليش النقاط السلبية في العرض للبضاعة والنقاط الإيجابية. جميل. فعلى هذا ومشينا عليه. هل رخص قيمة البضائع اللي تبيعها لكونك تجيبها مباشرة من بلد المنشأ والمصنع، هل هذا له أثر يعني؟ أكيد أكيد له أثر. طبعا بالتأكيد إن لما تجيبه أنت مباشرة مثلا من بلد المنشأ، فبالتأكيد إنك تحصل فارق في السعر، وبإمكانك تنافس يعني مثلا البضاعة اللي ما ممكن إنك تبيعها بريال، ربما إنك تقدر تبيعها بريال إذا كنت نعم. من بلد المنشأ. جميل. رسالة تحب أن توجهها للآخرين؟ والله ايش اقول لك، لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. انا لاحظ ايضا عبارات جميله هنا عندك في المحل، يعني ما اهميه تقول مثل هذه العبارات؟ مثلا يقول لك انت في المكان الصح، انت في اللؤلؤه. ما اهميه مثل هذه الاشياء؟ هذه طبعا كلها شعارات جذابه للزبون. جميل. طبعا له دخل بالالوان وبالكلمات. يعني تشعر الزبون دائما يعني بالارتياح. هل هناك افكار معينه لتطوير مثل هذا المشروع الرائع؟ اكيد. دائما التاجر او صاحب المحل ما يتوقف لحد معين. جميل. لازم دائما متجدد، يعني هو هذا المحل ما هو نفسه امس. نعم. اليوم غير. نعم. كل يوم غير، كل يوم يعني كل يوم اشياء جديده، حتى التعديلات داخل المحل.
التغييرات وبضاعة متجددة دائما. جميلة، أسأل الله لك التوفيق والنجاح، وسعدت بلقياك ما شاء الله وسلامحنا عطلتك، يعني أنت صاحب شغل يعني واهتمام، وفقك الله. لكن أنا عجبني أن بنفسك تدير العمل يعني في الميدان وتتابع، ما أهمية هذا بالنسبة لرجل الأعمال؟ أنه يعني صاحب المشروع بنفسه يعني في الميدان ويعني ويدير العمل بنفسه. يعني دائما الإنسان إذا يعني كان في موقع عمله يبدع. نعم جميل. لكن إذا كان يعني يشرق ويغرب فما بيحصل جدوى وما يعرف، يعني لازم الإنسان يشعر وينتمي للمكان اللي هو يشتغل فيه. جميل، وانت في بذلت فيه مال فأكيد يعني تحرص أنه تأخذ كسب فيه في أي عمل. جميل. سواء محل أو عمل حكومي أو عمل خاص دائما لازم الإنسان يعني ينتمي للمكان اللي هو. نعم جميل، جزاك الله كل خير، أسأل الله لك التوفيق، وما شاء الله تنوع وروعة وعبارات جميلة رائعة، وفقك الله.